والتحية تحية مهنة محاماة على يد اتحاد محامين العرب، وليعيش اتحاد محامين العرب إن شاء الله برايته ترفرف فوق هذا المقر، تمثل جسدا مهما ومعتبرا وحقوقيا وكمنظمة من أقدم المنظمات التي بقيت تدير وتعطي أكلها في هذا الوطن العربي منذ سنة 1944. أولا وقبل كل شيء انتخبت كامل عام لاتحاد محامين العرب بعدما كنت أمين عام مساعد للولايتين لمرتين. انتخبت في 15/11/2020 أمين عام لاتحاد محامين العرب في الأردن، ثم تم تجديد انتخابي للمرة الثانية وبالإجماع العربي في اجتماع مكتب دائم لاتحاد محامين العرب الذي انعقد مؤخرا في طرابلس لبنان. فأنا انتخبت ولشرف أن نتولى هذه الأمانة العامة لاتحاد محامين العرب لما يخدمه ولما يقدمه لاتحاد محامين العرب من خدمة لقضايانا العربية والمصيرية وقضايا المهنة كذلك، لأن اتحاد محامين العرب هي مؤسسة عربية لا حكومية عالمية، هي مؤسسة حقوقية لها وزن على كل المستويات العالمية، بصفة خاصة هي عضو مراقب في الأمم المتحدة وعضو مراقب كذلك في الجامعة العربية وفي كثير من المكاتب والمنظمات العالمية كالمجلس العالمي الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي له مقر تابع للأمم المتحدة، وكذلك في كثير من المنظمات الحقوقية العالمية بصفة خاصة المنظمة العالمية لحقوق الإنسان ذات المقر في جنيف. فكذلك أنه في محكمة الإفريقية ومراقب كذلك في الاتحاد الإفريقي وفي الكثير من المنظمات العالمية. الاتحاد المحامي العربي يلعب دوره بهذه الصفة بكونه مؤسسة حقوقية عالمية غير حكومية. فلما يدلي به الاتحاد عن طريق أمانه العام فهو يشارك على جميع الأصعدة من جلب الورطي حقوق الإنسان بصفة خاصة، وبصفة خاصة قضايانا العربية والقضايا المصيرية والمركزية وعلى رأسها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولذلك فإن القضية الفلسطينية ذات أهمية كبيرة جدا لدى اتحاد محامين العرب، ويعتبرها هي القضية المركزية والأساسية وأم القضايا العربية، ونحن ندافع عليها وندافع من أجل انتصار حق الشعب الفلسطيني على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وسينتصر اتحاد محامين العرب في مساره الحقوقي، وفي نفس الوقت لا نغفل أن اتحاد محامين العرب أيضا يهتم بقضايا المهنية. قضايا المهنية أنه منذ أن تولينا هذا المنصب ونحن نعمل من أجل ربط التواصل والاتصال مع جميع الهيئات العربية التي هي نقابات العربية للمحامين التي هي متابعة الحال هي أعضاء من الناحية القانونية، هي الاتحاد نقابات المحامين هي أعضاء بقوة القانون، النقابات العربية هي عضو في الاتحاد، وفي نفس الوقت أن الاتحاد أمناء مساعدين وأعضاء منظمين ينتخبون لمدة معينة من أجل تقلد منصب الأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنظمين. ونحن بهذه الكيفية وبهذه الصفة وبهذا التجمع نعمل دائما من أجل خدمة الوطن ومن أجل خدمة الوطن العربي ومن أجل خدمة القضايا المهنية والقومية والعربية. طبعا نحن في إطار قضايا الوحدة العربية وانطلاقا من دفاع عن قومية العربية، وندخل دائما قضايانا العربية وقضايا المغربية بصفة خاصة ذات الأهمية الكبيرة جدا لدى اتحاد محامين العرب. فما من مكتب لمكتب يجتمع منذ أمد بعيد، منذ بدأت قضيتنا قضية الصحراء، والاتحاد محامين العرب يأخذ بعين الاعتبار
هذه المحطات محطة متعلقة بقضية الوطنية المغربية، ونحن وانا كأمين عام الاتحاد محامي العرب ما من اجتماع المكاتب دائما لا نصدر بيانات من اجل الدفاع عن الوحدة المغربية، الوحدة الترابية المغربية، واعتبار الصحراء صحراء مغربية وتتواجد في المغرب، وان المغرب يتواجد في صحرائه. في نفس الوقت وفي اطار العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بين المغرب والجزائر، فإننا لم نلبث أن نثني ونثمن عاليا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو الله ونصره، بخصوص خطاب العرش لتوليه سدة العرش في 23 الاحتفاء باليوم 23 لتوليه سدة العرش. فصاحب الجلالة بعث رسالة، وأنه أرسل رسالة إلى الإخوة في الجزائر على مستوى المسؤولية من أجل مد الجسر التعاون وطي صفحة الماضي من أجل بناء المغرب العربي ومن أجل بناء الوحدة المغربية. فنحن بمجرد ما استمعنا إلى خطاب صاحب الجلالة أصدرنا بيان للإشادة وتثمين هذا العرش، وبصفة خاصة أن صاحب الجلالة يد ممدودة إلى الإخوة في الجزائر من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مجرى الطبيعي، وباعتبار أن القضية باعتبار وفي نظري كأمين عام الاتحاد المحامي العرب أن قضية الصحراء هي قضية منتهية بحكم التخطيط الذي خططه المغرب بخصوص تطبيق النظام الحكم الذاتي، وهو الطريقة الوحيدة والطريقة الأنجع من أجل ضراء الصدع المغربي، ومن أجل رد كل ما يقال عن الصحراء المغربية بخصوص وحدة التراب المغربية، وبخصوص التفاف الشعب المغربي برمته تجاه هذه القضية التي هي قضية مصيرية وقضية مركزية من طبيعة الحال. ونحن الآن أصبحنا نعيش في صحرائنا وفي صحراء مغربية، والمغرب يعيش في صحرائه. واش كاين شي تفكير مثلا انه يتم عقد اتحاد المحامين العرب هنا في داخل او العيون من اجل ايضا اطلاع المحامين العرب على حقيقه هذه الاوضاع؟ نعم، هذا سؤال مهم وسؤال في محله. حقيقه جمعيه محامي المغرب عقدت هذا الاجتماع المؤتمر الوطني المغربي في الصحراء المغربيه، وبصفه خاصه في حاضره الصحراء المغربيه داخله. فدعت لهذا الاجتماع الكثير من النقابات العربية للمحامين، فحضرت نقابة العراق وحضرت نقابة فلسطين ونقابة الأردن ونقابة مصر ونقابة مصر ونقابة موريتانيا. فهذا يدل على أن نقابات المحامين العرب مع المغرب في وحدته الترابية، وهذا دليل ويعطي دليل أكثر من دليل على أنهم يعتبرون أن قضيتنا الوطنية قضية الصحراء قضية مغربية، قضية انتهت باعتبار أن حاضرة الصحراء المغربية الداخلة أنها استضافت هذه المجموعة الخيرة من النقابات العربية، وهذا دليل على أننا نحن نتواجد. وأكثر من هذا أنهم تلاحموا وتعايشوا وفيهم من تناول الكلمة ومن أجل تأييد قضيتنا المغربية قضية الصحراء باعتبار أن الصحراء صحراء مغربية. ولا أنسى في طبيعة الحال لنا في من انطلاق من هذه المحطة اتحاد محامي العرب، لا ننسى أبدا قضايانا العربية. أنتم تعرفون أن قضايا العراق، الشقاق الذي يحاول البعض أن يزرعه في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، أن هذه النقابات العربية تتلاحم مع اتحاد المحامين العرب من أجل جبر اللحمة، من أجل إعادة اللحمة إلى وحدتها العربية في هذه الدول بصفة خاصة.